ما دام هنالك تراخي بتطبيق الاجراءات الوقائيه معناه راح يظل عندنا حالات كثيره ومهما بنينا مستشفيات يصعب انه نستوعب هذا الكم الهائل. نعم. ولذلك مطلوب مطلوب منا كمجتمع ان نتعاون مع الدوله في سبيل خفض عدد الاصابات والوصول الى تسطيح المنحنى وانخفاضه بعد ذلك ان شاء الله. كم نتوقع من الوقت نحتاج لهذا الامر لتسطيح المنحنى الوبائي والدخول في مرحله التعافي. يعني هذا يتوقف على التزاماتنا. انا بعتقد المجتمع الاردني الان بدا يعي خطوره الموقف. يعني من خلال من خلال اطلاعنا اليومي عماله بنشوف هنالك جديه في الالتزام بارتداء الكمامات بالاسواق او بالمحلات العامه الناس يعني صارت تعي ان هنالك خطوره كبيره وما عادت الامور زي ما كانت قبل بضعه اشهر اذا توقعنا متى سنصل الى تسطيح الوباء وانتهاء هذه الموجه يعتمد اعتمادا كليا على جديتنا والتزامنا كمواطنين في اتباع اساليب الوقايه سواء الوقايه الشخصيه او البيئيه من حيث من حيث التعقيم والمحافظه على نظافه الاسطح والتهويه في المنازل واماكن العمل من حيث التباعد الجسدي والاجتماعي الدكتور يعني اسمح لي أقاطعك اسمح لي أقاطعك يعني بنقول شهر سيدي بدنا شهر بدنا شهرين بدنا أسبوع بدنا يعني أسبوعين تقديريا تقديريا يعني بناء على الخبرة اللي شفناها ببعض الدول العربية مثل دول الخليج وبعض الدول الأوروبية أثناء الموج الأولى يعني الموج الأولى استمرت حوالي ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أشهر ونص إحنا صرنا داخلين بمرحلة الانتشار المجتمعي تقريبا من أواسط شهر ثمانية فبنتأمل أنه في بشهر بعد أواسط شهر 12 بنتأمل أنه بالتزامنا من الآن فصاعدا نتأمل أن نصل إلى ذروة الوباء ونبدأ بالتعافي والتراجع إلى ما كنا عليه إن شاء الله